أصدقاء أنيو. رائع. أجي، أنا أحب هذا المكان. ها، الجميع يحبه. في الواقع أعرف محتوى المتحف جيداً لدرجة أنني أميز المعروضات بينما أغمض عيناي. حسناً يا عبقري، افعلها الآن ولا تختلس النظر. أنا مساعد. حسناً، هنا يوجد معرض الصخور. ليس سيئاً. أوه، وهذا هو المعرض المصري. حسناً، وهذا من معروضاتي المفضلة، جرس التنين. نعم، أعلم إنه مدهش، صحيح؟ ماذا؟ ماذا؟ ما الأمر؟ ماذا؟ أين جرس التنين؟ لا أحد يعرف. اختفى في لمح البصر. لا أصدق، لن يختفي شيء بهذا الحجم. آمل ألا يكون نينجا الليل أخذه. هناك طريقة واحدة للتأكد، علينا التحقق. عرفت أنك ستقول هذا. القناع الصغار سيخفون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى بوما. أجل. يتحول غريك إلى صاحب. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. أيها الآلي، أوجدت معلومات بالمتحف؟ محلاً، ما هذا؟ ماذا يفعل؟ يبدو أنه يأخذ جرس التنين إلى جبل الغموض، لكن لما؟ لأنه يعرف شيئاً لا نعرفه. بسرعة إلى الدراجات. الجرس قبل أن يسبب نينجا الليل كارثة. ما الأمر؟ لا أدري، هناك شيء مختلف. نعم، أشعر بهذا أيضا. أين نينجا الليل؟ لم يسبقنا لهذه الدرجة. النظر الثاقب. رأيته. كدنا نصل يا محاربي النينجا، كدنا نصل. مشكلة، لا يعجبني هذا. نعم، لن نسمح له باستدعاء تنين الجرس مجدداً. هيا، علينا الوصول للقمة. ما الذي يحدث هنا؟ هذا ليس بفعل نينجا الليل، صحيح؟ لا أعرف، لكن لن ننتظر ليحدث الأسوأ. هيا، سنترك الدراجات. هاي، هل سمعتما شيئاً؟ قد ستلفت الحارقة. الفوارات اللاصقة. احترسا. علينا الابتعاد من هنا. أمسك بي. نجونا، كاد نينجا الليل ينال منا. لا أظنه من فعل هذا. نعم، خرجت من الأرض فجأة. هناك شيء غريب يحدث هنا، وكأن أجواء الجبل تعكرت أو ما شابه. لا، إنه نينجا الليل. ماذا إن كان إحضار جرس التنين إلى هنا أدى لتلك الأحداث الغريبة؟
على أي حال علينا إيقافه قبل أن يعيقنا هو. انظرا، السماء أصبحت صافية، لن نسير، سنتجه للقمة مباشرة. نعم، لن نصل بوجود تلك الفخاخ. سأتولى الأمر. قبضة الزاحف الخارقة. لست مطمئنا لهذا. لا تقلق، سأحميك. حسنا صديقي، لن نستطيع تثبيته طويلا. سأطلقه بعد 3، 2، 1. حرك ذراعيك كالطيور. مهلا، أظنني تعلمت فعلها. حسنا، حان دوري. يا صديقاي انتظراني. استعد للهبوط. لا مشكلة، القطة بارعة في الهبوط دائما. مهلا، القطة لا تطير، كيف سأهبط؟ لا تقلق. أمسكتك. إذا ما رأيك في الطيران؟ أظنني سأكتفي بالركض. أنا قادر. قبضة الزاحف الخارقة. هذه أكبر متعة شعرت بها. هذا رأيك؟ فلنرى ما يخطط له نينجا الليل. أها، لابد أن هذا مكان جرس التنين. ضعوه هنا بالضبط يا محاربي النينجا. إلى اليسار قليلاً. إلى اليمين. حسناً، ممتاز. والآن سأطلق تنين الجرس. لا أثر للتنين. نعم، ويبدو أن المطرقة في قبضة مخالب التنين. لا أظنه أطلقها بعد. إذن ما الذي حرك الصخور وأطلق الهجوم اللاصق من الأرض؟ لا أريد أن أعرف، فلنذهب فقط لإعادة الجرس ونرحل. بقي أن يحرر الجرس العنيد هذه المطرقة. بالطبع يجب قراءة الكتابة السرية على المطرقة. كنت أعرف ذلك. إليك رأيي يا صغير، لما لا تقرأها بنفسك؟ أخيراً، الآن بوسعي تكليف التنين بفتح المعبد وسرقة أسرار جبل الغموض. نعم يا صغير، وسأصبح أقوى نينجا في التاريخ. ألم يحن الوقت يا محاربي النينجا؟ وقت التنين. ليس بهذه السرعة نينجا الليل. ماذا؟ تأخرتم كثيراً يا بطيئين. لا يجب أن نتركه يدق الجرس. سأتولى الأمر. خطوط الخيط. آسف يا صغير، أجبرت على ذلك. أمسكتك أيها الصغير. حسناً، أظنكم تتذكرون صديقتي التنين. ربما تتذكرنا التنين. ماذا تتمنى يا سيدي؟ هذا يدغدغ أذني. لا أظنها تتذكرنا. يا تنين، هذا نحن المقنعون الصغار، ساعدناك سابقاً. أنتم مضحكون، التنين تطيع حامل المطرقة وهو أنا. والآن استعدوا للانبهار. حسناً يا تنين، أطلقي عليهم بعض اللهب. أوه، ليس مجدداً. آسفة، يجب أن أطيع مجدداً. وداعاً أيها المزعجون، كان هذا ممتعاً يا تنين. ها؟ تنين؟ تنين؟ أين أنت؟ تسمعينني؟ هل رحلتِ؟
إلى هذا؟ التنين فتحت المعبد بالفعل. نعم، يا له من يوم. المقنعون اختفوا وصرت أملك تنينا، وقريبا سأستولي على أسرار المعبد. ماذا؟ نعم.